والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وفي رواية: جاء يحمل ترابها في المحشر. وفي رواية: أنه يؤمر بأن يحفر إلى 7 أراضين. أما الكيفية فالعلم عند الله عز وجل. هذا إذا اقتطع شبرا، فما ظنكم بمن اقتطع مترا، من اغتصب الأرض كلها؟ وهذا كما سلف يعيدنا إلى خطاب مفهوم الموافقة. فذكر الشبر لا يعني أن ما هو أكبر منه ليس داخلا، بل ما هو أكبر منه أولى بالدخول، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل إذا مثقال جبل من باب أولى.